تعالوا شوفوا ايمن نور وهو بيتكلم مع الكونجرس بيتغازلوا الاثنين مع بعض بيقولوا ايه. امريكا حلم الحريه والديمقراطيه خذلت حتى الذين كانوا يؤمنون بهذا. إنه شرف عظيم أن أرى السيد أيمن نور شخصيا، فهو بطل للكثير منا، هو العمود الفقري للفكر السياسي في البلاد، فإن الشباب بعاطفتهم وطاقتهم هم من سيقومون بالثورة القادمة. أيمن نور بيشكر عضو الكونجرس، بيقول شهادة اعتز بها من عضو الكونجرس الأمريكي السيد جيمس موران أثناء المؤتمر الذي نظمه مركز التفكير الاستراتيجي أول أمس عن تقييم السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، بحضور عدد من السياسة العرب وأعضاء بالكونجرس الأمريكي وكارون عطية الصحفية الشهيرة بالواشنطن بوست. وبيتكلم من تحت أسد الصحراء عضو الكونجرس الأمريكي جيمس موران، يقول أن دكتور أيمن نور بطل للجميع والعمود الفقري للفكر السياسي العربي. أسد الصحراء ده صاحبنا جيمس موران، راجل حمار ما بيفهمش. ليه؟ لأنه بيقول أيمن نور راجل سياسي رصين، أيمن نور راجل مزور مدلس، أيمن نور راجل حرامي، أيمن نور راجل مرتزق، أيمن نور راجل بيشتم بلده، أيمن نور اللي بيتكلم شوية بيقول حلم الحضارة الأمريكية حلم الحضارة الأمريكية والمبادئ الأمريكية. أنا بسأل أيمن نور وهو مش بيفهم، بقول له هل حلم أمريكا بالنسبة لك وهل مبادئ أمريكا بالنسبة لكم يا إخوان يا مرتزقة يا ليبراليين يا يساريين، كل الناس بسألكم، هل ما قامت بها أمريكا الآن وما قامت بها أمريكا على مدار 50 عام يمثل مبدأ من المبادئ؟ هل يمثل شرف كما يفعل الشرفاء؟ هل أمريكا تعلم وتعرف وتحافظ على ما يسمى بالقانون الدولي والشريعة الدولية؟ هل ثقافة أمريكا وديمقراطية أمريكا عجباكم؟ هي اللي عملت في العراق ما جرى في العراق، احتلال العراق، ما جرى في أفغانستان، ما يجري في فلسطين، ما يجري في سوريا، هو ده اللي عمل أمريكا عملته. أي حد يتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان أقول له لو سمحت ما تنساش ما قامت به أمريكا وبريطانيا من احتلال الشعوب اللي موجودة، اللي حصل في ليبيا واللي حصل في معمر القذافي والنيتو لما راح ليبيا ده كان حقوق إنسان؟ أنا بسأل. اللي بيحصل في سوريا كان حقوق إنسان؟ اللي حصل في العراق كان حقوق إنسان؟ أنا مش بدافع عن حاجة معينة، ما بخافش من حاجة معينة نقول أي شيء، لكن بقول الناس دي ناس كذابين بيكيلوا بأكثر من مكيال، ليس لديهم حصافة، ليس لديهم شرف. من يتعامل مع هؤلاء ويظن أن هؤلاء كل ما يقولونه شرفا أو شرعية هو يراجع نفسه. أيمن نور بيتكلم فرحان، لهبل، فرحان الخايب أيمن نور، فرحان المدعي المزور، دلدول الإخوان، إماعة الإخوان أيمن نور، مؤخرة الإخوان أيمن نور، بيتكلم وفرحان إن عضو الكونجرس الأمريكي بيقول له أنت أعظم واحد بتفهم في السياسة. أنا بقول لك الراجل بتاع أمريكا بتاع الكونجرس زيك بالظبط بالتأكيد، مدعوم من قطر، مدعوم من تركيا، عادي جدا معروف، عارفين هذا الكلام، كلنا عارفين، عارفين من يباع ومن يشترى، مؤسسات بتباع وتشترى، آراء بتباع وتشترى، موجود عندنا مؤسسات إعلامية بتباع وتشترى. كل ما يجري الآن أيمن نور بيحاول يسوق فكرة ان هو راجل عظيم، هو والعظمة نقيضين على الاطلاق.